بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كسود وادا وحديثك تضواتنات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه حديث كان ابن عمر هيا ورينا عبد الله ابن عمر ويان وحو ليه النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري ما زال جبريل جبريل موسى كزول يوصيني إنو إيدر دارمو بالجاري درسك حقه ذي إنو إيدر دارمو حتى إلا أن أكملي حتى ظننت إلا أن كملي أنه جبريل سيورثه إنو إسنحل سين دونو وإديه دونا علشان درس كوي إسنحلايا ما أركيسا يعني سيدو يقو على علينا درس كوغو درس كوغو سيدو إلها حقو ذي يقتل ويقتل ماما إلا أن أمليي إنو جبريل أران دونا درس كوي إسنحلي كران أما بو إسنحل سين رو ما أركيسا مركو حولي النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل جبريل موسى كزول إنو إيدر دارمو درس ك إلا أن أمليي إنو أران دونا درس كويس رحلة كران. سان أجنا هاي درس اسمه دحلانه اسمه دحلو. مركو حوم اللي يده إلا إنه أرندانه وإس رحلة كران. جار كمركا يدرس ك حقي سأذو وين هروح أصو مرنا. نينكي درس ك يعني دبتيسة وكنا بتجلوا إنه يها يعني ونينا أنا إله سبحانه وتعالى رمي سنين مركزة. مركا إيمانيات كي كم تهدرس كا إنه كان بتجلان. او اد يعني دورتي حقوده او اد وانا كل دخنتي او اد الى لسيد ومهم جدا ماركسا نبينا وحو ليه وحن املي جبريل سو ايغو دردار ماي اني اسدخل دونانا اني ان انقاتو ده ماركسا مركا ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت انه سيورثه متفق عليه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.